ثلاث ثواني نسجل مثلا نسمع زي لأنه واضح صوته. هات لنشوف. قول نشوف. Thank you.
كمل. نعمل آه. نقول خانة وتسليم وأسم اوكي بعدين نكمل خانة وتسليم وانا أسم ونكمل very good هات لنشوف
عشت الله الله فولك الله.
بلش Thank you.
انت بولد لسه والله هاي ما مش متعودين احنا نيجي هون هيك الكف ونروح ندوق في البيوت نعمل طبعا موسيقى لا احنا بيمات مش ما بنجتمع ما نجتمع لا اول حلوه الجمعه الجايه بدنا نسافر فجاه عندك مره امتى حنسافر شوي الجمعه الجاي انا مسافر يا اخر الجمعه الجاي يوم الجمعه 29 يا باول الشهر حوالي 3 4 شهر يوفي بدي اجي لعندك اهلا وسهلا حبيبي امتى ما بدك خبرش لو بزمان أيوه بقى مرة تجي المرة أنا سامعك الحال بتاعتي في عندك شيء يعني؟ طبعا يعني في عندك بيس لل مش موسيقى أغاني ما فيش عندك موسيقى؟ لا عندي سماعي والله حلو أنت عملته؟ من زمان أنا أسمعه منك وأكيد بعد محل دوري ايه وبدقه أنا وياك أهلا وسهلا بالليل ما فيش شيء تصير زي هذا؟ لا كمان ما فيش وجع راس هذا رايح على جاي آه. لا بالليل أحسن يعني أنت لما بتشتغل الصبح بتكون المساء فاضي فاضي إذا مش عندك حفلة طبعا إذا ما عندي حفلة يعني فاضي أنت عندك تلفون بتاعي إلا معلوم أضرب قبل يوم تلفون مين حدا ضربت له تلفون امبارح أنا فكرت إنه مش راح يكون في راح يكون فاضي الساعة 6 العصر. لو ضلت تشتري فوق احنا كنا بنشتغل الصبح غيروها. شو بغيروها؟